ألف مبروك يا أستاذ مجدي، كسبت مع فوازير الريان الرمضانية جايزة 1000 جنيه. ألف مبروك. لو سمحت، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف الله يبارك فيك. ربنا قدرك على الصيام بفضل الله تعالى. لا أنا فاطر. مريض حضرتك ألف سلامة. أنا مسيحي. اللهم صل على النبي. ده رمضان، أهو ده رمضان الذي يجمع في طياته كل من المسلم والمسيحي في كل بقاع الأرض، سبحان الله. والجائزة من النهاردة إن شاء الله بأمر الله تعالى بدل ما هي 1000 جنيه هتبقى 2000 جنيه، علشان نرد على كل الألسنة اللي بتلت وتعجل في مسألة المسلم والمسيحي. أقسم بالله العظيم أن ما حدث الآن حدث صدفة ليس بترتيب مسبق، وأتمنى ألا يتصور أحد أننا قد رتبنا أي شيء، لكن هنقول إيه؟ هذا هو النسيج المصري الواحد الذي يجمعنا مهما تفرقت بنا الأماكن. تفضل. صايع قوي الحاج أحمد ده، أنت عارف هو بيقول كده ليه؟ عشان الإخوة والمشايخ ما غضبوش عليه. أنا اللي فارسني الألف جنيه اللي بقى 2000 دول، زي ما يكونوا بيلاقوا الفلوس في الشارع. ما هي دي فلوس المودعين اللي مش تعبانين فيها، جات لهم وفي حجرهم وبيعزقوا براحتهم. أنا مش فاهمة الحكومة سايباهم كده ليه؟ علشان هم شارين الحكومة وشارين الصحافة وشارين أولي الأمر. أنت عارفة أنا قدمت أكتر من 10 موضوعات عنهم. إن حد ينشل لسطر واحد أبداً، أنسي. ويا ريت حد يقول لي ما تكتبش تحقيقات، ما تعملش حاجة، أبداً، كله بيتركن في الإدراج. أنت عارف ممكن تاخد التحقيقات دي وتوديها فين؟ فين؟ أنت تطلع بيها للأستاذ عادل من غير أي وسيط، صدقني لو قراها عجبته لا ينشرها على طول. ده ما بيعملش حساب لحاجة غير للمهنة وبس. أنت على كده بقى عايزانا أتعدى على الأستاذ زكي؟ طز في الأستاذ زكي. خد أدي آخرة الفوازير وفشخرة الكدبة بتاعتك. يا حاج الفوازير مش فشخرة والله، ولا عملناها عشان الفشخرة، لا إله إلا الله. طب أنت عارف الفوازير دي دخلت لنا كام مودع في رمضان؟ قد إيه تقريبا يا حبش؟ 32,000 مودع، يعني إجمالي ودائع عدى 200 مليون جنيه. لا بس الكلام اللي منشور ده يخوف. هما ابتدوا بقى يتكلموا من الفوازير والبعزقة، وبعد كده دخلك في العقود اللي احنا ماضيينها مع المودعين، بيقول لك مش قانونية. احنا فتحنا على نفسنا باب من أبواب جهنم، ويا عالم هنقفله ازاي؟ مين يسري فرج؟ الدكتور بيسألنا مين يسري فرج؟ صحفي، صحفي من اللي انت حاطهم في جيبك، مش انت بتقول كده؟ أنا خوفي من الكلام على العقود، ده هيهيج علينا الضرايب وقانون الشركات، يعني ربنا يستر. في الحقيقه يا حاج انا قريت الموضوع كله ومش شايف فيه مشكله. المشكله جايه منين بالظبط؟ المشكله في المودعين، هيهيجوا علينا وهيبداوا يسالوا الفلوس رايحه فين وجايه منين، والحكومه هتقول لك حق الناس وحقنا ده غير هيئه سوق المال والاموال العامه، وفين يوجعك يعني كل اللي خايفين منه هيحصل. والبركه فيك يا احمد وفي فوازيرك. لا يا حاج، لا، السبب الحقيقي ورا اللي بيحصل ده اننا كبرنا، كبرنا قوي، وهم ابتدوا يخافوا، ولذلك ابتدوا يخربوا ورانا في كل حته. وموضوع الفوائد بتاع البنوك ده كان اول الطريق زي ما انا قلت لكم بالظبط. ويخافوا مننا ليه يا دكتور احمد؟ يخافوا مننا ليه؟ احنا مالنا ومالهم؟ احنا مالناش في السياسه، والناس مبسوطه معانا 24 قرار. احمد بيتكلم صح يا حبيبي، احنا كبرنا قوي، وكبرنا زيادة عن اللزوم كمان، بقينا عاملين زي الديناصور اللي الناس لازم تخاف منه حتى لو ما عملهمش حاجة. خلاص يا أولاد، احنا نقفلها وندي الفلوس للحكومة تصرف علينا وعلى الناس وعلى الفوازير وعلى البلد. لا يا حاج، لا مش هنعمل كده. اهدى انت بس وانا هعمل رد افند فيه كل اللي جه في المقالة دي، ما تقلقش خالص. ونخلي الأستاذ وحيد تعلب يعمل لنا أي تصور قانوني نسد بيه أي ثغرة ناويين يفتحوها. الخوف بقى اللي يفصل لنا قانون على مقاسنا، لا ينفع لا معاه تعلب ولا دين، وساعتها بقى يبقى عليه العوض ومنه العوض. يا أستاذ تعلب، اللي بيني وبين فتحي مش طلاق ولوازم وبس، ده في شراكة وفي حاجات كتير قوي لازم تتفض. وهي الحاجات دي ما تتفضش بعيد عن المحاكم. هرد عليك الرد اللي في فتحي نفسه معلمهوني، ما تدخلش زيت في عبيد، وكل حاجة اتعملت عشان حاجة، وظن ان المحاكم اتعملت مخصوص عشان فض الخلافات. ده في حالة ان كل الابواب اللي بينك وبين الخصم مقفولة بالضبط. والمفتاح وحياتك. ما تنسيش هنا من المحاكم حبالها طويل، وانا حبالي اطول، وانا لسه صغيرة وفي عز شبابي. الدور والباقي على يعني ما عندوش حاجة واحدة بتقول انه لسه عايش على وش الدنيا، ودماغه من كتر البرشام اتلحست. ايا كان كلامك يا هانم على عيني وعلى راسي،
بس انا مش شايف غير حل واحد بس. على فكره الحل ده مش لمصلحه فتحي وبس، لا لمصلحتك انت كمان. والله لو هتقول حاجه فيها مصلحه ليا قولها. المواجهه انا وفتحي ما يلزمنيش. وما يلزمكيش ليه؟ انا عارف ان انت ست شاطره وبتعملي حساب لكل خطوه تخطيها. انا لما قررت افكر بدماغك انت ما لقيتش غير الحل ده، المواجهه. انا افكر كده؟ ما تفكريش كده ليه؟ وانا مش محامي الخصم، لكن بفكر في مكاسبك انت. مش فاهمه. تقدري تقولي لي ايه المكاسب اللي هتعود عليه من الحل الودي؟ ما يتفضحش في المحاكم، حساباته تتكشف والجرايد تكمل عليه. كل الكلام ده ما يفرقش مع فتحي. فتحي مش فارق معاه غير حاجه واحده بس، انت يا بدريه. صدقيني هو ده اللي انا حسيته. الاحساس مش هيغير اي حاجه، وبرضه هعمل اللي في دماغي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قول لنا كده يا استاذ وحيد. اهدى يا بدريه هانم، خلينا نتفاهم. طب ردي السلام بتاع ربنا. ايوه، حطيت دماغك اللي توزن بلد على دماغه المتكلفه، واتفقتوا انتوا الاثنين عليا. انا ماشيه. استني يا بدريه، انا عايزك. الو. ايوه مين؟ الحاج احمد الريان. ايوه يا فندم موجود، ثانيه واحده. ايوه حاج احمد، ازاي حضرتك؟ انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انا بعمل شغل يا حاج احمد، والله انا ما بروحش المكتب حد. لو حضرتك عايز تشرفني في المكتب اهلا بيك. من حقك تكتب رد يا حاج احمد، ومن حقك كمان تبعته لرئيس التحرير. انت عارفه ان انا لا بيهمني لا بوليس ولا محاكم. ياه، ده انت جامد قوي بقى على كده. طول عمري يا بدرية الا معاكي. يا عيني، معلش انا بقى ست غلبانه ومسكينه ومكسوره الجناح ومش هقدر عليك لوحدي، فقلت روح المحاكم عشان يبقوا سندي وظهري. الفضيحه مش هتطلني لوحدي، هتطل عيالك كمان. ما هم عيالك زي ما هم عيالي. يعني بدل ما يورثونا انا وانتي ويورثوا سيره حلوه، يورثوا فضايح وسيره زي الزفت. والنبي يا اخويا روح اضحك بالكلام ده على واحده غيري. يعني هو ده اللي مضايقك؟ واحده تانيه مش ضايقك انك ما حفظتيش عليا ولا صنتنيش؟ بلا صمت بلا حفظت. انت ظاهر مخك اضيق ونسيت مين هي بدريه. انا يا حبيبي ما فيش ست في مصر تهز شعره من شعر راسي، وبما ان الكلام دخل في الخيابه يبقى قلته احسن. استنى يا بدريه، انا ما خلصتش كلامي. عادي، وهو كلامك ده يا عينيا طالب معاه صوت عالي؟ بدريه. يا نعم. عاوز ايه؟ امرين. انا مش عاوزه حاجه يا حبيبي، مش انا اللي جبت المحامي وخليته يلف ويدور عليا، ومش انا اللي طالبه القعده دي. يعني انت اللي عاوز مش انا اللي عاوزه. انا عايز نرجع لبعض. قلت ايه؟ هقول ايه؟ عايزني اقول ايه؟ اللي انت عايزاه بدريه. اطلبي اي حاجه حتى لو عينيا. اللي انت بتقوله ده يا فتحي بعيد عن دقنك. بدريه انا بحبك. طب ما انا عارفه. تقومي تعملي فيها كده؟ وهو انا لسه عملت حاجه؟ اعمل اللي انت عايزاه. اطلبي اي حاجه يا بدريه ولا تحت امرك. انا مش عاوزه منك حاجه يا فتحي غير حقي، وحقي ده مالكش مكان فيه. مش طايقاك، مش عاوزاك. بس انا عايز. وانا مش عاوزاك يا اخي. الله، اقولها لك بالصوت الحياني. وبعدين في ايه؟ مش يمكن يكون على ذمة واحد تاني؟ لا، أنا عارف إن أنت مش على ذمة حد تاني. يا أخي سيبني في حالي بقى، أنت ما بتسمعش ولا ما بتفهمش؟ يلا. لا والله ما حد. ايه ده يا فتحي؟ خليكي في حالك. ما هو طول ما انت جوزي يبقى حالك هو حالي. ماشي ماشي. مين انتي؟ ودخلتي هنا ازاي؟ بس يا بت، ما تقول لها يا فتحي انا بقى مين؟ بالظبط، بدري مراتي هم عيالي. عاوزني يا فتحي؟ عايزك قوي. طلق البت دي. انت طلق بالتلاتة.
انت طايق بالتلاتة. بتحبني يا فتحي؟ بعشقك. يبقى ترمي البت دي بره باللي عليها. ارمي مين بره؟ انت بره. ايه يا فتحي؟ بره. انت جننت يا فتحي ولا ايه؟ بره. ايه جننت؟ انت مش شايف انا ايه؟ نورت بيك يا بدارة. أنا مش فاهم يعني أنت مسافر بعد بكرة واخد شنطتك من دلوقتي ليه؟ علشان إن شاء الله طلع على اسكندرية الأول، عندي شوية شغل وبعد كده أطلع على المطار على اليونان، ما فيهاش حاجة يعني. طب ما تيجي هنا وتطلع على المطار من هنا، هي الساعة دي اللي هتفرق معاك يعني؟ والله حبيبتي هتفرق إن شاء الله، أنا مش ضامن ظروفي. أهو والله يا ابني أنا شايف إن سفرية اليونان دي ملهاش أي لازمة خالص دلوقتي، ما ينفعش تبقى أنت وفتح أخوك مش موجودين في نفس الوقت. يابا أنا لازم حتما ولابد أسافر علشان أدور على ابني ضنايا، عايز أشوفه يابا. الدور والباعة الكبير اللي راح يعمل لي شهر عسل من أول وجديد مع ست بدرية. يابا اللي لازم ما يسافرش فعلا هو فتحي مش أنا. أنا كام مرة أجلت السفرية؟ لا قسما بالله ما هعرف أجلها تاني لو طبقت السما على الأرض. يا باي على تحكيم الرأي، خلاص أنتوا أحرار، اعملوا اللي أنتوا عايزينه. انا من هنا ورايح مش هتدخل بينكم في اي حاجه تاني. لا يا حاج انت لازم تتدخل عشان احمد شايل من اخوه الحاج فتحي، وانا بقولها لك قدامه اهو عشان هو عمره ما هيقول. بقول لك ايه، انا لا شايل ولا حاطط، الله يبارك لك. انا خلاص يا ابو فتحي ده ماليش دعوه بيه. ايه ايه مالكش دعوه بيه يعني ايه؟ جرى ايه يا احمد؟ ده اخوك وانتوا في الاخر لبعض. لا هو في الاخر لبدريه صدقني والله، انا ما بقولش كلام من عندي، دي مجرجراه وسحباه وراها ولا قدامها في كل حته، ده هيجيبنا كلنا الارض والله، لا هيركبها فوقنا وهتشوف. خلاص 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 اهدى بس كده يا دكتور، انا منبه عليه ومتفق معاه وربنا ما يجيبش حاجه وحشه. انت رايح اسكندريه على طول دلوقتي؟ لا يابا انا ان شاء الله هتكد دلوقتي على طول على المكتب وبعد كده هسافر، عندي شويه شغل. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. طب وناوي تقعد قد ايه في اليونان بقى ان شاء الله؟ ربنا يسهل. مش عارف يا سميح، ادعي لي بس ربنا يعطرني فيهم. بس اوعى ترجع لي بيها في ايدك يا احمد، انت ترجع ببنتك ولا ابنك وانا احطهم لك في عينيا، انما لو رجعت بيها والله ما هسكت يا احمد وهتبقى مشكله كبيره ومش هيحصل طيب. يوه ما تقطعيش بس يا سميحه، ملوش لازمه الكلام الفاضي ده، ادعي له ان ربنا يجيبه بالسلامه. بدعي له والله بدعي له يا حاج، بس انا حاسه انه متغير اليومين دول ومش عاجبني وعلى طول مسافر. على طول مسافر؟ مسافر بعمل ايه يعني؟ ما انا بشتغل يا سميحه ولا انا بلعب؟ الله اعلم بتشتغل ولا بتلعب. ايوه هلولة. لا انا ساعة ساعتين بس اخلص حاجات في المكتب كده واكون عندك على طول. لا انت اجازة بقى، عايزين نتفسح ونهيص. ساعة بكتير وابقى ملك ايديك اما اجي اقول لك ايه. قولي طيب في ايه؟ في ايه؟ خلصت التليفون ده احمد وخليك معايا. خلصته في ايه مالك؟ مجلة ميدل ايست ماني كاتبة صفحة كاملة بتقول ان شركات الريان خسرت 100 مليون دولار في المضاربة في الذهب. والخبر اتوزع واتنشر في كل الملوك وكل الجرايد. ايوه ايوه ماشي، بس عرفت الكلام ده منين؟ يا اخي زكي توفيق الصحفي كلمني وقال لي، والخبر نازل في جورنال عندهم بكره، وكلمت جميله واكدت لي الموضوع ده، قالت لي ان المضاربه حصلت عن طريق بنك مورجان جارانتي. بجد فعلا يا دكتور الكلام ده حصل؟ ايوه حصل. بس استنى، ازاي البنك يطلع معلومات بالسريه والخطوره دي؟ احنا طول عمرنا بنكسب وبنخسر ومحدش يعرف عننا حاجه. محمد احنا لازم نوقف نشر الموضوع ده بأي تمن. تفتكر انا ما حاولتش يا احمد؟ ما انا حاولت وما نفعش. دي تعليمات يا دكتور وجاي من فوق قوي كمان، الصفحه اتوزعت في كل مكان مش هنعرف نلحق عليها. انا قلت لكم ان في اللي بينخرب ورانا وانتوا ما صدقتونيش. كده كل المودعين هيقلبوا علينا الدنيا، ومش بعيد بكره الصبح تلاقيهم في الشركه هنا يكسروها على دماغنا. حاج فتحي فين؟ كلمته كان رايح على مرسى مطروح، قلت له لف وارجع حالا. بص يا حبش، لملي كل السيوله اللي ممكن تلمها، ومفيش قرش يطلع لمودع الا باذن مننا شخصيا. ان شاء الله كل اللي انت عاوزينه هنعمله لكم. ده شقه عمري انا اتقيل عليه. تعالوا بيوتنا تعالوا يا عمر يا اسك يا عمر اللي مرسى. ان شاء الله كل اللي انت عاوزينه هنعملهم كل وجهه. سلام عليكم.
مش عايزين كلمه. انا بعت شبكه بنتي وحطيت فلوسها عندكم عشان اجهزها، وخطيبها فسخ الخطوبه، مش عارفه اعمل ايه. اديت الشبكه. فلوسك هتوصلك، وكل واحد فيكم فلوسه هتوصله. احنا لا نصابين ولا حرامين. ان شاء الله باذن الله طلباتكم مع الحكام دلوقتي، وان شاء الله هينفذوا كل طلباتكم وزياده. لا مفيش حد هياخد مليم واحد، واللي عايز ياخد ملوش غير ارباح بس وفي ميعاد. ما حدش له درع. ما ينفعش يا حاج فتحي، ما ينفعش. لازم نرجع للناس فلوسها، والا هتفقد الثقه فينا. نرجع للناس فلوسها ازاي يا احمد؟ الله، احنا ما عندناش سيوله كافيه تغطي فلوس الناس دي كلها مره واحده. خلاص، اللي عايز فلوسه نديها له، بس نقسطها. ايوه نقسطها على اربع دفعات او حتى خمسه، ونخصم منها كل الارباع كمان، وهو ده العدل. العد ازاي يابا؟ لا مش عد خالص، احنا كده بنضحك على الناس، احنا مش كده يابا. لا احنا نرجع للناس فلوسها. على فكره اللي بره دول شويه قليلين قوي بالنسبه للمودعين، لو رجعنا لهم الفلوس بالارباح كمان صدقوني ساعتها هيرجعوا فلوسهم تاني، او اللي بره هيثقوا فينا. يا ابني الناس لو خدت فلوسها دلوقتي هتفتكر ان احنا عايزين فلوس تحت البلاط. لازم يفهموا ان فلوسهم في السوق شغال، وعشان ترجع محتاجه وقت كتير. ماشي ماشي، يبقى نديهم معانا. بص بقى، الناس اللي بره دي عايزه عقاد نفع يا حاج فتحي، والا هيكسروا علينا الشركه. احمد برضه عنده حق يا حاج فتحي، ما الناس دي دافعه الفلوس من عرقها وشقاها، ده دم قلبهم، واحنا مش حمل دعوه مظلوم ولا محتاج. خلاص نديهم معاد بعد شهر شهرين. كتير قوي شهر. خلاص يبقى اسبوعين كفايه قوي. وبلاش يابا موضوع نخصم الارباح اللي خدوها قبل كده دي، بقيت المدعين لو عرفوا هتبقى طبلت فوق دماغنا كلنا. ما تخافش، احنا عقود بتاعتنا ما تخرش الميه. عندنا بند ان احنا ممكن ما نرجع لهمش الفلوس كمان. الموضوع مش موضوع عقود يا حاج فتحي، الموضوع موضوع ثقه بيننا وبين الناس. الثقه هي اللي خليتهم يدونا الفلوس، والثقة هي اللي هتخليهم ياخدوا برضه الفلوس. الثقة عايزين نحافظ عليها. ابوس ايدك، مش ممكن احنا نفضل نكسب نكسب ونخسر الناس او نرجع لهم فلوس ناقصة يابا. انا هطلع اكلم الناس وهديهم وهاجي. لا 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 استنى استنى انت يا حاج فتحي، خلي احمد اخوك اطلع انت يا احمد. ولا ما اطلعش ليه؟ انا رئيس مجلس ادارة المجموعة. امال على راسنا من فوق يا حاج فتحي، بس اصلا عايزك في كلمتين مهمين كده. اطلع انت يا احمد. لا بشرط واحد. اشرط يا حاج فتحي. الكلام اللي هقوله لك تقوله بالظبط. السلام عليكم ورحمه الله. اوعى يكون جايين ساكتين بكلمتين. لحظة يا جماعة لو سمحتوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا النبي الأمي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. دلوقتي يا إخواني أهلا بيكم في شركتنا، شركتكم، المكان اللي ائتمنتموني فيه على فلوسكم، والحمد لله رب العالمين باستثمارها والشغل فيها والعمل عليها كبر الصرح وكبرنا كلنا معاه. دلوقتي يا اخواني انا في الحقيقه بيني وبينكم عقود. العقود دي لو قريتوها بتفحص ومن غير انفعال وانتباه لوسائل الاعلام، لو قريت العقود دي هتلاقوا فيها بنود بتقول طول ما انا بكسب حضراتكم بتكسبوا، لو انا بخسر حضراتكم بتخسروا. يا جماعه لو سمحتولي لو سمحتولي لو سمحتولي. لا ده مش بس كده بقى،
ده في بند كمان بيقول ان انا ممكن يا ارد الفلوس يا ما اردش الفلوس اصلا، بس انا ماليش لا دعوه بالعقود في الحقيقه. انا راجل بتقي الله سبحانه وتعالى في كل مودع من المودعين اللي عندي وفي كل قرش بيدخل الشركه. علشان كده ان شاء الله بامر الله تعالى الناس اللي عايزه تاخد فلوسها مش بس هتاخد فلوسها، لا وهتاخد ارباحها كمان. والناس اللي هيقدرها ربنا على الصبر. ما هو ربنا لما بيبتلينا يا جماعه بيعمل فينا قيم، فابتلانا هنا ليعمل فينا قيمه الصبر. فمن سيصبر ان شاء الله يكون جزاؤه بامر الله ان احنا هنزود الارباح 2% للي هيقرر يقعد. ايوه ان شاء الله، وده قرار. طب اللي هيقرر يمشي حقه يتفضل بفلوسه بارباحه، ولكن قسما بالله ولن اعيد هذا القسم مره اخرى، اذا ساء علي طوب الارض لا هو هيدخل الشركة مرة تانية ولا فلوسه هتدخل من هذا الباب. هذا الباب الذي كبرت ونضجت فيه أموالكم، باب الريان، باب الجنة. وبالعربي الفصيح كده يا جماعة أنا هعمل قائمتين، قائمة سوداء تسود فيه وجوه من أخذوا فلوسهم ونقودهم بل وأرباحهم أيضا، وقائمة بيضاء لمن يريد. هسيبكم نص ساعة تفكروا، تاخدوا وقتكم تاخدوا راحتكم خالص، وأنا تحت أمركم وهنفذ في الحال اللي تقولوا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد اذنك عفارم عليك يا احمد، ابن ابوك صحيح. شفت حاج فتحي؟ قشط عليك يا حاج فتحي. يموت الزمار وصوابعه بتلعب يا احمد. يا سبحان الله، الناس واقفه مش عارفه تعمل ايه ولا ايه. اه والله عمالين يضربوا اخماس في اسداس، ما احنا شفنا كل حاجه من شاشه المراقبه بتاعت الشركه. احمد انا بيتهيألي نص الناس اللي بره دي هتسجل اساميها في القائمه البيضاء. المهم الجرايد اللي شتمتنا وفضحتنا هي تكتب عننا ان الضربه ما موتناش قوتنا. ايوه يا حاج، بس اللي ضربنا الضربة دي هيضرب تاني وتالت ورابع، مش هيسيبنا في حنة. ما احنا في دار الشقة يا ابني، يعني مكتوب علينا نفضل نعافر كده لحد ما نموت. بس ما يدفناش بالحياة أحد. ليس ربك بظلام للعبيد يا حاج فتحي، ولو لينا نصيب في حاجة يا ابني هناخدها يعني هناخدها. المهم بس نعرف مين اللي بينخرب ورانا وعايز يعمل العمال السودة دي فينا وليه؟ كده يبقى لازم زيارة نجيب بيه المحافظ. لا لا، نجيب بقى كارت محروق خلاص. احنا نروح لعوني بيه خليل على طول. عوني خليل رئيس مجلس الشعب؟ ايوه هو اللي عنده الخبر الاكيد. احنا كمان لازم نطلب مقابلة احمد بيه الجندي رئيس مجلس الوزراء. تعرف يا ريان، انت لو ما كنتش جيت كنت انا بنفسي طلبتك عشان تيجي تقعد معايا. ده شرف كبير يا فندم، بس برضو دي حاجة تخض في الحقيقة. لما سعادة رئيس مجلس الشعب يطلبنا عشان يقعد معانا، يا ترى ليه؟ أنا عايز أعمل معك اتفاق. شرف كبير لينا يا فندم، بس بعد إذن حضرتك كان نفسي أعرف مين اللي بيعمل معانا كده. لا مش مهم تعرف مين اللي عمل كده، الأهم تعرف عمل كده ليه. ليه؟ أنا طبعاً مش محتاج أقولك إن الكلام ده أنا ما قلتوش يا فندم، وأنا ما سمعتوش. الموضوع ببساطة إن الحكومة كانت عايزة تاخد قرض
من صندوق النقد الدولي، واحنا متعودين دايما ان احنا ناخد منهم قروض وبنسدد حسب ما اتفق، لكن المرة دي بالذات الصندوق رفض، وده طبعا عمل مشكلة كبيرة. طيب واحنا داخلين ايه في الحكاية دي يا فندم؟ الصندوق بيقول ان انتوا بتدوا الناس ارباح 20 و25 وساعات 30%، وده طبعا هيخلي كل الناس تحط كل مدخراتها عندكم ومش هيتعاملوا مع بنوك الحكومة، وده طبعا هيخلي كمان الحكومة ما تقدرش تسدد القرض، وده طبعا خلى الحكومة تيجي علينا وعايزة تخلص مننا عشان ترضي صندوق النقد. لا لا الحكومة ما غلطتش، انتوا خسرتوا فعلا 100 مليون دولار، وكل اللي عملته الحكومة انها كشفت للناس الحقيقة. يا فندم بدل ما تعوز تخلص مننا طب ما تعمل زينا. الحكومة ما تقدرش تتاجر في العملة ولا تقدر تخاطر وتضارب في البورصة، وكمان ما تقدرش تدي الناس الأرباح اللي الناس بياخدوها منكم، عشان كده الحكومة ما تقدرش تعمل زيكم. يا سعادة الباشا احنا خلاص ما بنتاجرش في العملة، انتوا قفلتوا لنا بالضبة والمفتاح الحمد لله، وسعر الصرف ياما قلنا لكم حرروه علشان الناس تجي لكم انتوا بالعملة ما تروحش للتجار، بس نعمل ايه مفيش فايدة. يا ريان بلاش تقول لي انكم بطلتوا تتاجروا في العملة، أقول لك بلاش نتكلم في اللي فات وتعالى نتكلم في اللي جاي. يا ريت يا سعادة الباشا، بس الحكومة لو حطتنا في دماغها خلاص مفيش جاي. لا هيبقى في جاي، عشان كده أنا طلبتك وعايز أتكلم معاك. وأنا تحت أمرك يا معالي الباشا. شوف هي الحكومة كانت عايزة قرض 2 مليار دولار والصندوق رفض بسببكم، عشان كده احنا قلنا نشتريهم منكم. معليك واحنا ما عندناش اي مانع، بس نستأذنك في شهرين ما فيش غيرهم بس، ونبقى جاهزين بالمبلغ. ماشي، بس بقى احنا هنشتري بسعر البنك مش بالسعر اللي انتوا بتبيعوا بيه. الله، ودي تيجي برضو سعادتك اسمح لي، يعني هو حضرتك لما بتحب تغير عملة بتروح تغيرها من البنك؟ طب تيجي ازاي بقى سعادتك؟ انت عايزني ابيع بسعر البنك؟ ما ينفعش يا فندم، والله ده احنا نقفلها احسن، ده احنا بقى سعادتك نعيش بالاتنين مليار دول ملوك. خلاص يا ريان يبقى تقفلها احسن. لا يا سعادة الباشا لا اله الا الله. طب والناس يا بيه اللي عايشة في النغمغة دي هنعمل معها ايه؟ ده في شغل وفي رواج، لا اله الا الله يا سعادة الباشا. لا 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 الرواج والنغمغة اللي انت بتتكلم عنهم دول موجودين عندكم انتم وبس، إنما الحكومة مديونة. شوف يا ريان أنا عايزك تفكر كويس في الكلام اللي أنا قلته لك ده، وإنتوا كده تبقوا بتشتروا نفسكم وبتشتروا مستقبل الشركات بتاعتكم. فكر كويس يا ريان ورد علي على مهلك. طب يا سعادة الباشا أنا عندي عرض وعايز برضو حضرتك تفكر فيه شوية، وساعتها تستفيدوا وتفيدوا ويا دار ما دخلك شر. لا يا دكتور اهي دي بقى انا مش فاهمها. انا هفهمك يا ابو، انا قلت له هنديهم 2 مليار دولار يقعدوا عندهم 5 سنين، وناخد منهم 2 مليار جنيه يقعدوا عندنا 5 سنين، وبعد ال5 سنين ما عدوا ناخد احنا دولاراتنا ياخدوا جنيهاتهم من غير لا فايده لا ليهم ولا لينا. يسلم. طب واحنا استفدنا ايه ان شاء الله؟ استفدنا كتير قوي يا ابو. نمرة واحد كسرنا سم الحكومة وبعدناها عننا خالص بقى وتشلنا من دماغها. نمرة اتنين سعر الجنيه هينزل، سعر الدولار هيرتفع، احنا كده بقى كسبنا مرتين، لما الجنيه نزل ولما الدولار ارتفع زائد مكسبنا الاصل كمان، واتقينا شر الحكومة. ده غير ان الحكومة لو راعت ضميرها واشتغلت بضمير شوية هتكسب، كده يبقى كلنا كسبنا. يعني يابا الاتنين مليار اللي احنا هناخدهم منه قول هنشتري بمليار دولارات، والمليار التاني هنشتري أرض كبيرة أوي نبني عليها عمارات ومدينة كبيرة
أكبر من شبر. والأرض كل مدى سعرها بيزيد وقيمتها بتكبر، وده معناه إن الجنيه بتاعنا هيزيد مش هيقل، وتمن ربع الأرض بعد 5 سنين هيبقى قد تمنها كله من 5 سنين. بالظبط يا حاج، بالظبط. يا ولاد الجنية، تقولش كده يا ابا، ده احنا ولادك. وتفتكروا الحكومة هتوافق؟ لا اله الا الله، ما توافقش ليه؟ ده احنا هنديها فلوس كتير قوي وهي هتطبع لنا شوية ورق. سامع يا حاج، هيدونا شوية ورق وياخدوا مننا فلوس، ما يوافقوش ليه؟ ده يبقى عبط. عشان انتوا كل مادة بتكبروا اكتر واكتر وهي مش عايزاكوا اصلا، يبقى ازاي بقى الحكومة هتوافق انها تكبركوا؟ يابا ابوس ايدك، ما تفول في وشنا. انا مش بفول يا ابني، انا بس بفكر بدماغهم هم مش دماغنا احنا. على كل ان احنا عندنا كمان يومين معاد مع عوني بيه خليل رئيس مجلس الشعب، هنعرف الرد. ربنا يسهل. بالهنا والشفا يا حاج. الله يهنيك يا سميح، من يد من اعدامها بنتي. عجبك الشاي؟ مدام سألت السؤال ده بعد العمر الطويل اللي بينا، عجبك الشاي، يبقى أنت عايزة تقولي حاجة تانية يا سميح. قولي من غير ما تلف ولا تدوري، بصراحة اللف والدوران مش لايقين عليك يا بنتي. بصراحة أنا عايزة أكلمك في موضوع منيرة وابنك صلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله، عايزة تقولي إيه يا سميح؟ ما تزعلش مني يا حاج، دلوقتي انت خدت صلاح من ام منيره ووديته عند نعمه مع ابن اخوه، يعني لا منك قعدته معاك ولا منك قعدته مع ام، وحرام تحرم الواد من امه وابوه، هما لسه على وش الدنيا. ده انت والله العظيم لو بصيت في عينيه تزعل عليه وتزعل على اللي عملته معاه. انا ما عملتش معاه حاجه يا بنتي، كله من امه وعمايلها وجرايرها السودة. وهي عملت ايه بس؟ دي غلبانه والله، اذا كانت بدريه قص المصايب رجعت لجوزها وقعده متهنيه معاه، يبقى منيرة يا عيني عليها قاعدة ولا ابن ولا جوز، يرضي ربنا ده. منيرة يا عيني عليها، انت عايزة ايه بالظبط يا سميحة؟ ترجع لها ابنها، الهي ما يحرمك من ولادك، وانا اضمنها لك برقبتي واجيبها لك لحد عندك تبوس على دماغك وتحلف على المصحف تمشي على عجين ما تلخبطوش. خلاص، لا تجيبها لي ولا اجيبها لك، انا هرجع لها الواد عشان خاطر عينيك انت بس وعلى ضمانتك. ماشي. عارفة ليه بقول لك على ضمانتك؟ عشان لو عملت أي دقة نقص تانية مش هتشوف الواد ده طول العمر، لو أنا عايش ولا حتى بعد ما أموت. ربنا يديك طولة العمر ويسعدك ويكرمك يا رب. أنت تأمرينا يا سميحة، يا غالية يا بنت الغالي. تعيش يا حاج. طب أنا ممكن أسألك إذا كان الشاي عجبك ولا لأ؟ الله 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 الله، وبعدها لك يا بنت أبو شعيشة، هتسوق فيها ولا إيه؟ تبقي كده عايزة تقولي حاجة تاني. بصراحة قولي يا سميحة. احمد ماله؟ حاسة كده انه رجع زي الاول ومش عاجبني، مش على بعضه كده، وخايفة يكون عملها تاني واتجوز. طب تفتكري لو كان عملها تاني واتجوز من غير ما يقولك هيجي يقول لنا؟ جايز. طب تفتكري لو جه قال لنا وامني على سره انا هقولك؟ خلاص بقى، خلاص بقى يا ستي بقى، ربنا يكرمك. انا مش فاهم ايه اللي مزعلك يا هانا، ده أنا والله كنت في مصيبة، كنت هرشق في الحيطة، ده أنا ما رحتش شفت الواد اللي نفسي أشوفه وما عرفش عنه حاجة، تقوم تزعل مني يا أبويا، ده بدل ما تواسيني وتطبطب عليا وتضحك وشي. ما هو ده اللي مزعلني يا أحمد، كان المفروض إني أبقى جنبك في الأوقات دي، أنا حاسة زي ما أكون زوجة ترانزيت، محطة بتعدي عليها وأنت رايح أو أنت جاي، مش حاسة إن مراتك زي أم بناتك بتعاملها نفس المعاملة، زي ما يكون زوجة مؤقتة. اخس عليك يا هالة، ليه بتقولي كده؟ مؤقتة ايه بس؟ عاوزه بالله. لا بعدين عايز اقولك على حاجة، يعني بمناسبة موضوع محطة، لو افترضنا انك محطة هتبقي احلى محطة في حياتي كلها. كل الحكاية اني مش عايز ادخلك في الشغل وقرف الشغل، حاجات مالكيش فيها يعني. مش عايز تدخلني ولا مش مأمن لي؟ خايف تقولي اسرارك، لان النهاردة مراتك في السر ومين عارف بكره هبقى مراتك ولا لا. ايه دماغك بتروح فين؟ طبعا مراتي، مراتي النهارده وبكره وبعده ولاخر العمر كمان. بقولك ايه، انا عايز انسى كل حاجه الا انك هنا وموجوده،
توحشتيني قوي، ومش عايزك توحشيني اكتر من كده. وانا بقى عايزه اوحشك اكتر من كده. ايوه بس انا ما اقدرش اعملك. ده معنى ايه يا سعد الباشا؟ ده مالوش الا معنى واحد، ان الحكومه رفضت وبتقول انكم بتستغلوا الموقف وبتلوي دراعهم. يعني يا اما ياخدوا $2 مليون بسعر البنك، يا اما نبقى بنلوي دراعهم. لا اله الا الله، مين دلوقتي اللي بيلوي دراع مين يا سعاده الباشا؟ احنا بنتفاوض مع الحكومه، ما بنفرضش عليها حاجه. ده مش وقت التفاوض يا ريان، وبصراحه كده الحكومه ما عندهاش اي استعداد للتفاوض. يعني يا سعاده الباشا ننفذ اللي بتقوله كده حتى لو كان غلط، حتى لو هيضرنا؟ الضرر انك تعادي الحكومه مش انك تنفذ اوامرها. وعلى العموم انتوا ادرى مصلحتكم. بس بقى في طلب تاني لازم تنفذوه ومن غير اي تفكير. اعتبر تنفذ سعادتك بمشيئه ربنا. الحكومه عايزاكم تضمنوها. رقبتي يا الله. بس في الحكومه عايزه تستورد شحن الذره من امريكا، وطلبوا من المورد انهم ياجلوا الاعتمادات الماليه لحد الشحنه ما تبقى في البحر. ده لانهم عندهم نقص في العمله الصعبه، لكن للاسف المورد رفض وقال لهم خلي ريان يضمنكم وانا ابعت لكم الشحنه. نضمنهم يا فندم، نضمنهم برقبتنا. اللي عند الحكومه ما بيروحش، بس هم يسيبونا في حالنا. ولا عمرهم هيسيبوكوا في حالكم. كبيره قوي قوي على الحكومه ان حد يروح لهم ويقول لهم خلوا الريان يضمنكم. طب واحنا ذنبنا ايه يا حاج؟ ذنبكوا ان انتوا كبرتوا زياده عن اللزوم. الناس كلها دلوقتي بتاكل من عندكم وبتتسيغ من عندكم وبتودع عيالها في الحضانات اللي انتوا عملتوها وبيسكنوا في العماير اللي بنتوها. وعن قريب ان شاء الله هيركبوا اتوبيساتكم ومواصلاتكم. سبتوا ايه بقى للحكومه عشان تتحكم فيه؟ كده بقى ما فضلناش غير انها تتحكم فينا. لا يا حاج فتحي، حاج فتحي، حاج فتحي. ايوه ده ايه؟ وايوه على ايه؟ غير يا فتحي انت مش معانا ولا ايه يا ابني؟ لا معاكم. معانا فين بس؟ ما هو انت كده بتغرز اكتر واكتر في المدعو اللي انت بتقعد تبلبعه ده. أنا تعبان أوي، أنا هقوم أروح، نفسي مش قادر أصلب طولي. هتصلب طولك إزاي يا فتحي؟ مش وقت يا بابا، بقول لك تعبان، أنا هروح وأبقى كويس. فتحي حاسب يا ابني. حاسب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كويس، أنا كويس خلاص. ماشي. خليك معاه يا أحمد، ما تسيبوش. هو كويس، هو كويس. ايه اللي احنا فيه ده؟ بيتك يا رب. وبعدين يا احمد احنا هنسيب اخوك كده برضه؟ والله يابا انا ما عارف اعمل ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ايه مش عارف تعمل ايه؟ نعالجه؟ نسفره بره تاني؟ اقول لك نجيب له دكاتره من بره، نوديه اي مصحه هنا من غير ما حد يعرف ولا من شهف ولا من دري. يابا هو لازم يكون عايز يتعالج. عايز ولا مش عايز، احنا نعالجه غصب عن عينه وعن عين ابوه كمان. شوف يا حاج، احنا قدامنا 4 اسابيع على الاقل وشحنه الذره الصفراء توصل. كويس قوي، ادي مواعيد التجار بعد شهر ونص يا حاج. ماشي يا حاج محمد. وبالنسبه للاتوبيسات، اول شحنه جايه ان شاء الله الاسبوع الجاي. وشوف يا حاج، احنا دفعنا ثمنها بالكامل وحسب الاتفاق. حلو قوي، على البركه ان شاء الله. يبقى اطلعوا على جراشات المحافظه عدل لحد ما ناخد التصريح النهائيه بتاعتهم. دول 200 اتوبيس، بدل ما ناخدهم ونرجعهم تاني، مش اتوبيس ولا 2. ماشي يا حبش، بس بشرط تستلمهم اتوبيس اتوبيس وبنفسك، وتسلمهم برضو بنفسك اتوبيس اتوبيس يا حبش. يبقى كده حاج بقى، انا هاخد معايا مندوب من المحافظه عشان انا استلم واسلمه على طول في نفس اللحظه. عفارم عليك يا ابو الحبايش يا جامد. ربنا يخليك يا حاج محمد. من فضلك انا طمعان في اتوبيس استعمال شخصي ليا، انت عارف اوراقي كترت اليومين دول. ماشي يا حبش، خد اتوبيس. اصحى يا دكتور، اصحى، شوف المصيبه اللي انت عملتها. انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس. ايه يا ستي خير؟ اتفضل شوف بنفسك. الله
قوه الا بالله. ايه لا لا لا، ادي كدابه كدابه. والمؤخر مليون جنيه والفيلا بتاعت مصر الجديده كذب برضو يا ستي. كذب؟ لا اله الا الله، بقول لك كله كذب. وفوازير رمضان اللي كنت بتطلع فيها معاها كل يوم ده كمان كذب. يا حبيبه قلبي، دي صحافه، دول شويه صحفيين بياخدوا حته كده من الحقيقه ويعملوا حواليها حاجات كتير قوي مش حقيقه. مش مصدقك يا احمد، مش مصدقك. طيب طيب خلاص خلاص، انا هثبت لك دلوقتي ان كلامي هو الحقيقه. رايحه تصدقش ولا رايد؟ انا يا ستي هنزل لك تكذيب للخبر في نفس الجريده دي بنفس البند في نفس المكان. انا ما عملتش حاجه غلط ولا عيب ولا حرام. انا مراتك ولا مش مراتك؟ مراتي طبعا. خلاص، يبقى ايه اللي مزعلك قوي كده؟ اللي مزعلني ان احنا ما اتفقناش على كده يا هاله. انت كده بتضريني في سمعتي وفي شغلي وفي كل حاجه. سمعتك؟ سمعتك ايه دي اللي هبوظها لك؟ ده لو على كده تبقى سمعتك بايظه من زمان. ده انت متجوز قبلي يجي 4 ولا 5 جوازات يا احمد، ده غير اللي انا معرفهوش. زمان حاجه ودلوقتي حاجه تانيه خالص. الناس كلها دلوقتي ضدي، يقولوا ايه لما يعرفوا ان انا كاتب لك مؤخر مليون جنيه وفيلا في مصر الجديده وشبكه في الشيء الفلاني؟ هيقولوا ان احنا بنصرف فلوس المدعيين على حياتنا الخاصه. ده اللي اتكتب فعلا. انت كده بتضربيني في مقتل. وانت ما بتضربنيش في مقتل لما الناس كلها تمشي تلسن عليا وتقول هاله درويش مرافق احمد الريان. اعوذ بالله من كلامك يا هاله. انا بحافظ على اسمي وعلى سمعتي وبخرس اي لسان يستجري يقول كلمه واحده عليا. طيب ايه بقى علاقه ده كله بالمؤخر الشبكه والتفاصيل دي كلها؟ انا ما قلتش حاجه غير على الفيلا وبس. ولا انت عاوزهم بقى يجوا يزوروني ويقولوا اه ما هي دي الفيلا اللي جايبها لها عشان يقابلها فيها في السر؟ طب المؤخر ما اعرفش حاجه عنه. شوف بقى انت مين اللي بيدور ورا. لا بقول لك ايه، ما تجننينيش يا هاله. الموضوع ده ما حدش يعرفه غير انا وانتي وحبشي. وحبشي مستحيل ينطق بكلمه. اه انا وانت وحبشي والمأذون. ولا انت نسيت يا احمد ان احنا جوزنا بمأذون؟ يا نهار اسود. لا لو عرف المعلومات دي من مأذون وعرفوا يوصلوا له كده يقدروا ممكن يوصلوا لاي حاجه بسهوله. كده بقى مخترق يا هلا.